قريبا من منزله في مدينة سلمية، التصقت حياة العم حسان الصالح أبو محمد بقطعة أرض صغيرة يزرع فيها احتياجاته من الخضروات ويراقب نموها يوما بعد يوم، حتى يقطف نتاج تعبه ويؤمن كل ما يحتاجه منزله. توجه للزراعات المنزلية بالأساس نتيجة احتياج الإنسان لهالخضار اللي بيستهلكها بشكل يومي وارتفاع الأسعار، فبيحقق اكتفاء ذاتي لحاله، ما بيحتاج لأنه يشتري هالمواد اللي هو بحاجته يوميا. من هالمبدأ هذا نحن زرعنا، مثل ما أنا شايف المساحة هي كانت يعني مهملة، زرعناها بأنواع الخضار اللي بنحتاجها بشكل يومي. أنا بتمنى من نسبة كبيرة من المواطنين يتبعوا نفس الطريقة بالمساحات الصغيرة الموجودة عندهم، يزرع جميع الأصناف، بيحقق اكتفاء ذاتي لحاله وبيأكل لقمة طيبة. يعني أنت بتعرف شو عم تأكل، شيء أنت زارعه ومرباه بإيدك بيكون طبعا غالي عليك، وبتعرف شو أنت زارع فبتأكل شيء نظيف. الحديقة أصبحت جزءا من حياته اليومية، لما تعطيه من طاقة إيجابية تشعره بالراحة وتساعده على تخفيف أعباء الحياة مادياً.